ألمانيا مع الأستاذ ماجد سعد أحد أفراد الجالية المصرية في ألمانيا. برحب بحضرتك من فرانكفورت تحديدا. برحب بحضرتك أستاذ ماجد، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا استاذ محمد، وتحياتي لكل المصريين في الداخل والخارج. نعرف بقى من حضرتك كده تفاصيل اليوم الاول، اهم المشاهدات، ابرز مشاهداتك لعمليه الانتخاب والتصويت خلال اليوم الاول يا فندم. نعم، طبعا حرصت انا وزوجتي ان احنا نكون موجودين في الصفوف الاولى من اول يوم توكيل حمله لاحد المرشحين. كنا موجودين من الساعة 8:30 الصبح أمام القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت اللي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين. حضر معانا الرئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا الدكتور ثروت قاضص، 81 سنة من العمر، كان حريص أيضا على أن هو يستقبل الناخبين زينا. يعني زوجتي كانت عايزة تكون من أول واحدة تقوم بالعملية الانتخابية، أول واحدة تدلي بصوتها في الانتخابات. انتظرنا، لقينا مجموعة جاية، طبعا سيدة وبعد كده مجموعة سيدات جم بعدها بشوية قبل الانتخابات، فلقيوا طبعا الساعة 9:15 القنصلية كانت قافلة، قالوا طب احنا خلاص هنيجي الساعة 9. فأنا ما كنتش مصدق ان في ناس جاية قبل ميعادها في الانتخابات. دخلنا الانتخابات، كان في استقبالنا القنصل العام السيد أمين حسان وأعضاء البعثة الدبلوماسية. قمنا بالعملية الانتخابية، وبعد كده جم بعض الأفراد زي ما قلت لحضرتك، كله كان بيتصارع على أنه هو يكون في الأول يقوم بالصوت الانتخابي. طبعا يوم الجمعة هو يوم عمل، الناس بتخلص شغلها الساعة 6 بتبقى تعبانة، كل بيعتمد على يوم السبت والحد ويوم الحد في الانتخابات. وده طبعا بنقول عليه الجالية المصرية كلها أنها تكون يوم السبت ويوم الحد بإذن الله هتكون. طب حابين نعرف من حضرتك كمان ونعرف السادة المشاهدين اللي بيتابعونا التيسيرات اللي بتقدم للناخبين. يعني احنا عارفين ان هو من حق المصري انه ينتخب بجواز السفر المميكن او حتى بطاقة الرقم القومي فقط. كلمنا اكتر عن التيسيرات والتسهيلات اللي بتقدمها سفاراتنا بالخارج. طبعا السفارات والقنصليات بتقدم هذا بناء على الهيئة العليا للانتخابات اللي احنا بنشكرها جدا جدا على السهولة في الانتخابات. في الماضي القريب كان بيبقى في مشاكل عند المصريين، بيكونوا متواجدين في الغربة، اللي جاي عمل، اللي جاي يدرس، اللي جاي فمش مقيد. لكن دلوقتي انت يكفيك حاجة واحدة فقط من الاثنين، يا اما يكون معاك الباسبور يا اما يكون معاك الرقم القومي. لو الباسبور انتهت مده صلاحيته يبقى الرقم القومي، اي حاجه من الاثنين. يعني انا النهارده عندي واحد ضيف جاي من رومانيا وعايز يدخل الانتخابات، دخل الانتخابات بكل سهوله جدا. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص، كان لازم، لا انت مسجل في رومانيا وعايش في رومانيا يبقى لازم ترجع هناك وتنتخب هناك. دلوقتي العمليه بقت سلسه جدا، وكمان بيسمح استاذ ماجد للمقيمين جاي دراسه جاي ايا من كان صحيح. من حقه انه ينزل ينتخب. فدي طبعا سهلت الدنيا جدا، وبحيي تاني كل الدوله المصريه في هذا القرار اللي هي السهوله في اداء صوتك الانتخابي، يبقى الموضوع كله او الكره في ملعب الجالية. صح. وكمان يعني زي ما حضرتك بتقول يسمح حتى للمقيمين او حتى الزائرين اللي يعني في زياره او غيره، بيسمح ليه طبعا انه يروح مقر السفاره ويدلي بصوته. عايز من حضرتك رساله مهمه جدا، لانه برضو واحنا بنتابع مع بدايه انطلاقه الانتخابات الرئاسيه 2024 عيوننا على المصريين في الخارج، عيوننا على حضراتكم، ويعني حتى تبدا الانتخابات ان شاء الله من يوم 10 ليوم 12 على مدار 3 أيام بالداخل. شايف رسالة إيه ممكن توجهها لناخبي الداخل أو للمصريين اللي جوه مصر اللي بيتابعوا المشهد النهاردة مع أول أيام تصويت المصريين بالخارج؟ رسالتي لمصريين الداخل بقول لهم إن مصريين الخارج جزء لا يتجزأ من مصريين الداخل. المصريين دايما حريصين على وطنهم مصر. مصر وطن يعيشوا فينا وليس وطن نعيشوا فيه. حضراتكم كلنا على قلب رجل واحد، مصريين الداخل ومصريين الخارج، كلنا عايزين مصر تنهض، كلنا عايزين حياة كريمة فعلا لكل المصريين سواء في الداخل أو سواء في الآخر. بنحثكم على أداء حقك
الانتخابي. ثقافة الانتخاب هي ثقافة جديدة على المواطن المصري. احنا متعودين على الانتخاب. النهاردة كان في داخل القنصلية ناس جايبة معاها أولادها وبتقول لهم، يعني بتقول لهم أنا طالع انتخب. النهاردة الصبح وإحنا طالعين بيسألونا رايحين فين، إحنا رايحين ننتخب، هكذا. فإحنا هنغرس ثقافة الانتخاب في أولادنا علشان يتعلموا من صغرهم صناعة القرار السياسي. وزي ما حضرتك ذكرت في نقطه مهمه جدا دلوقتي، فكره الثقافه السياسيه يعني مهمه جدا ان احنا نرسخها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماجد سعد احد افراد الجاليه المصريه، كنت معانا في فرانكفورت. ترسيخ الثقافه السياسيه ده مهم، يعني من المشاهد الجميله اللي احنا بنشوفها واحنا بنتابع الطوابير امام السفارات المصريه، ان نلاقي اب بيصطحب زوجته واولاده وبيروحوا يعني الى مقر الانتخابات او الى مقر السفاره. فكره انه نفتح وعي اطفالنا والشباب على اهميه هذا الفعل، فعل ان تشارك وان تصوت وان تدلي بصوتك، فهي ثقافه سياسيه مهم جدا ان احنا نتعلمها وان احنا نمارسها بشكل جيد. والمصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ بالفعل من المجتمع المصري، والفترة الأخيرة شفنا جسور كتيرة جدا بتمتد ما بين الدولة المصرية وما بين كل مصري موجود في الخارج. بنتكلم على حوالي 14 مليون مصري موجودين في دول العالم.